السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ، أنا ست كبيرة، بس عندي سؤال، يعني افتح منه الله يبارك لك يا رب. أنا لما باجي مثلا إيه أجي أصلي، ما يعني أنا داخلة أصلي الظهر، فبقوم أتوضى وأصلي، ما بقولش أنا نويت أصلي الظهر. لما باجي أطلع الزكاة بحط الفلوس كلها على بعض، يعني أنا كان في فايدة في البنك وكانت زكاة 2.5%، حطيت ده على ده. وحضرتك كنت قلت لي ان انا ادي حد يكون بعيد عني، يعني ما يكونش ليه مصلحة عندي وكده. هذا في الفوائد، في العوائد الربوية. الفوائد اللي هي الربا. أي نعم، أما الزكاة ممكن تعطيها لأقاربك الفقراء. طيب. بس انا يعني مش وانا بطلع مثلا ال 100 جنيه دي بقول دي من الفوائد، وبطلع ال 100 جنيه بقول دي من الزكاة، لا انا بطلع كله على بعضه. لا افصلي ليه انا افصلي اللي عفوا. بعمل، يعني حرام ان انا ما بستحضرش ال 100 قبل ما بعمل كل حاجة. لا افصلي الزكاة بس عشان الزكاة تخرج في مصاريفها الصحيحة. افصليها عن اصل عن الربا، افصليها، لان الزكاة لها مصارف بينها الله سبحانه وتعالى لما قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارفها. طب يعني لو انا ما عملتش كده كده يبقى عليا حرمانية استغفر ولا اطلع تاني ولا ايه؟ الذي مضى عفى الله عنه. بعد ذلك افصل الزكاة واهتمي بها، تضع في المصارف، والثانية على سبيل التخلص منها الأمر واسع فيها.